يوم غزيت وعربنا أخذت اثنين مناعين عندكم. أي. وهذا طلبي يا أبو نصيب، واللي مثلك ما يرد اللي يطلب. أبشر باللي جيت بيه، اشرب قهوته يا هلا. بارك الله بك. اكرموا كفيل الوفاء. انسان سود الله وجهك يا مسعد، سود الله وجهك. سلام اصلا فيه تعداك الضاحي. انت الشيخ العايب اللي كفلت.